هذه القرية التي يضرب بها المثل في العلم واحترام العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوج هذا العطاء منكم بنفع في الدنيا والآخرة، وأن يقر الله عز وجل أعينكم بأولادكم. نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في شهر رمضان أن ينفعنا بالقرآن الكريم وبأهل القرآن الكريم، خاصة ونحن في بلدة ترفع راية الإسلام خفاقة عالية في كل مكان ببنيها وبعلمائها الأجلاء. ويسعدنا أيها الإخوة الأحباب أن يتقدمنا في هذا الحفل الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، والعالم الجليل الذي يسري أثير إذاعة القرآن الكريم بعلمه وبفيضاته. أيضا نرحب بالأستاذ محمود شنب رئيس مدينة البدرشين. أيضا معنا الدكتور عاشور مبروك مدير عام وعظ القاهرة سابقا وإمام وخطيب المسجد الأزهر الآن. أيضا الأستاذ الدكتور محمد صلت الأستاذ بكلية القرآن الكريم. ونرحب بكم جميعا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة القرآن الكريم وأن يظل أبناؤنا في هذا النهج، في هذا النهج الطيب، فليس هناك أطيب من حفظ القرآن الكريم وإتقانه وتلاوته. على خير أيها الإخوة الأحباب، نفتتح حفلنا بكتاب الله تبارك وتعالى وبآيات بينات. ترنم في خشوع بالتلاوات وأسمع الكون آيات وآيات، ورددها بصوت منك ذي شجن عذب رخيم يهز المعرض العاتي. هيا أفض علينا من فرائده ومن كنوز المثاني والهدى هادي، مع فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من
فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل
الكبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو جنات عدن جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر
سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة. فيه شفاء للصدور ورحمة، وبه تبدل حيرة الحيران. فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا، وتنال في الغرفات خير مكان. طهر به أسماعنا، وأزح به صدأ القلوب بأعذب الألحان. وارفع به صوتا يبدل صمتنا، فلحسن صوتك حلية القرآن. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. وكانت خير استهلال لهذا الحفل المبارك الذي نعيشه من قرية العلم والعلماء، قرية سقارة، مركز البنرشين بمحافظة الجيزة.